اتعودي قولي الحلو بس. احنا ما بنقولش غير الوحش بس. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من تيجي من الأول والآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت عارفة فلانة الفلانية قبل دي الطبيعة دي استخدمتها سنة فاتت. ده أعرف ناس ما بيعرفوش الناس غير بإيه؟ طيب أنت عارفة فلانة الفلانية قالت دي الطبيعة الجوزة أخوها قبضوا عليه دي اللي باباك البنتل ما بيعرفوش الناس غير بعضها. اتعودي قولي الحلو بس. ازاي؟ دكتورة سوزان انا عجبني الجاكيت اللي بتنزل بس مش عاجبني العقد. ايه رايك في لبسي؟ عارفه بيرد يقولوا ايه؟ العقد مش لايق. طب ما انت عندك القرن. طب ما تقولي القرن الحلو. عجبك الاكل؟ ايوه الاكل كان كويس بس الباميه كانت نايمه. اللحمه كانت بتشد. صح؟ ما بيهموش غير ايه؟ الوحش. اتعودي تقولي الحلو بس، خلاص؟ كلنا عند ماما عامله الاكل. عجبك الاكل؟ تقولي في الباميه بتشد، الباميه ما استوتش، اللحمه بتشد، قولي الحلو. وتقولي هتتفك ولا تفك؟ لا هعلمك ساعتها تعملي ايه؟ يعني حاجه اسمها ايه؟ تعرضي. عجبك الاكل؟ لك وحش قوي دكتوره سوزان. اصبري خطيره. تسلم ايدك. تسلم ايدك تمشي ولا ما تمشيش؟ هي فهمت ان ايه؟ الاكل حلو وفكر وتدعي لها تسلم ايدك. ها؟ وانا قصدي انها تسلم ايديها حاجات ثانيه. زي الكيكه دي. عجبك الاكل؟ مش هقول لها الحقيقه دكتوره سوزان الحقيقه المهم بقولها عشان ما تعملش كده تاني. هتربي مامتها عشان ما تعملش كده تاني. ها؟ فهقول لها تسلم ايديك. ايه ده الاشارة ده مجمع؟ الشنطة مطولة كبيرة عليكي قوي ضخمة كده صغيرة قوي مش لايقة ليه كده؟ ليه كده؟ يا دكتور ده مش مسألني رأيي أنت تقولي رأيك وهي بتشتريه وأنت معاها بتشتري أنا شايفة إن دي أحسن لا أنا شايفة إن دي أحسن عارفة دي أحسن دي قوي مع اللون الجنينة اللي أنت جايباها لا أنا شايفة دي أحسن جابتها وجاية فرحانة بيها فأرجوك أرجوك قولوا الحلو بس قولوا الحلو رحت الفرح سكوتي سكتة من عينيا مش واضح أنا بيضة عظيمة والقاعة ضيقة والأكل ما كفاش القاعة مش كانت حلوة مش كان في حاجة حلوة في الفرح الجو كان حلو شبعتي كانت اتعشيت يوميها قولي الحلو لا ما بنقولش غير ايه هي عجبت من الفرح بس الاهل عموشة قلق قوي من اهل عموشة ليه كده؟ العموشة كان مكياجها تقيل قوي هي احلى في الطبيعة ليه كده؟ ما تقولي فستانها كان حلو ما تقولي عريسها شكله ابن حلال ربنا يسعدها كانت هي جميلة قوي ايوه ما كلناش بس كان الجو حلو قوي القعدة كانت حلوة قوي قوي شفت اصحابي وشفت قرايبنا بقالي بقالي سنين ما شفتهمش مش ده كل ده حلو شفتي كل ده ومش شايفه غير ايه؟ ربنا يهدينا لايه؟ فليقل خيرا او ليصمت.